السلام عليكم. اليوم غادي نتحدث على واحد المجموعة استثنائية، مجموعة مغربية، كانوا حوالي 150 شخص جمعوا، وكنت أنا معهم، يعني جمعنا يوم الأحد 26 فبراير 2023 في جنان طازوطة. هذا جنان طازوطة كيتوجد دوار ولاد السالمي، قبيلة ولاد حمدان، إقليم دكالة. وإن كنا قلة ما كتجمعهم لا جمعية ولا تنظيم سياسي أو نقابي أو ديني، بقدر ما هو تنظيم إنساني بحت. الناس منخرطين في جمعية إنسانية، القانون الأساسي ديالها والهدف الأساسي ديالها هو الحب، كيبغيو بعضياتهم وكيحيو صلة الرحيم بيناتهم مرة من اللي كتسمح الظروف. هم قدماء تلاميذ ثانوية الإمام البخاري بالبير جديد، إقليم دكالة. أغلبهم واخد التقاعد، أغلبهم تجاوز 60 سنة، وتبارك الله أغلبهم مازال كيحتفظ بحيوية الشباب وبحب الحياة. فيهم الطبيب، فيهم الصيدلي، فيهم المحامي، فيهم الأستاذ، فيهم المعلم، فيهم الريبيتيتور، فيهم الحارس، فيهم العامل اليدوي. كيتجمعوا فقط باش يضحكوا ويحيوا صلة الرحيم. كاين اللي ما شافش الزميل ديالو ولا الصديق ديالو لمدة 30 سنة أو 40 سنة. أنا شخصيا تلاقيت بواحد السيد الله عمره دار، كان ريبيتيتور في ثانوية أبي شعيب الدكالي، من اللي كنت أنا كنقرا فيها طالب في السبعينات، هو السي الأصفر. فاجأني، أنا ما عرفتوش، قال لي يعني أكثر من 40 سنة باش تلاقينا، وهذا شيء رائع جدا. ناس كتجي باش تضحك وتاكل وتشرب وتحيي صلة الرحيم، وضمن هذا اللقاء كتكون إشراقات فكرية، إشراقات موسيقية، ثقافية، فنية مختلفة، وكيبانوا مواهب. هل اللي كيعزف العود، هل اللي كيعزف الباجو، هل اللي كيغني. سبحان الله، داك الشيء شيء رائع جدا وتلقائي. 150 شخص اجتمعهم بدون اي هدف، اللهم اللقاء هذا شيء رائع جدا. الجميل في الامر ان هذا اللقاء تم في هذا المأوى السياحي اللي هو زيت ديال طازوطة، لصاحبه السيده لطيفه خالص، واللي هي اصلا من تارودانت، والزوج ديالها سي محمد الزنفاري. سي محمد الزنفاري هو في حد ذاته فنان، رسام تشكيلي. هذاك المأوى اللي بدع فيه لوحات وديكورات من صنع يديه. السيده لطيفه ايضا صوبت هذيك الطازوطة، لان شراتها عاديه بالحجر، ودارت لها المرطوم من الداخل والبياضه وفرشتها. غنخليكم هي تشرح هاد المأوى او هاد الطازوطة كيفاش حولتها وعلاش حولتها. هذا الفضاء ديال هاد الطازوطة اللي كاينه في ولاد حمدان، غادي نحاولوا ندخلوا ليها لداخل. كيف كتشوفوا دابا هنا، يعني دخلت لها شويه ديال العصره، داروا لها باب، والفوق هذيك الفتحه اللي كتكون فوق للتهويه كبرتها واحد شويه، كبروها واحد شويه ولات شرجم كيدخل الضوء. والدروج باقيين هما كما داروا النهار الاول، لا هاد التحتانيين ولا اللي كيأديو القمه الفوق. والداخل دخلت لها الضوء، فرشوها. انتما كتشوفوا دابا الكبر ديال الاحجار اللي كانت واللي كانت كتحط. هاد الشيء راه كله هاد المرطوب اللي كاين هنا، غير زيدهم اصلا ما كاينش حجره فوق حجره، ما كاين لا مرطوب ولا بصلانه ولا حديد ولا اي ولا خشب ولا والو. دونك تفرشات طريقه بلديه بالحيف الحياك والهيادر والمساند، فيهم الموزونه والعلو ديالها كيف كتشوفوا من تحت الفوق، واحد 8 متر على الاقل.
هذه الفتحه ديال التهويه دابا راه داروا لها الزاج باش ما كتصبش الشتاء، وحاليا راه الشتاء كتصب ولكن ما كتدخلش ليها. وكيف شفنا في هذاك الروبورتاج السابق الطازوطه ما كيكونش فيها الكوروندير، علاش؟ لان هذوك الفتحات اللي كاينه وحده فوق الباب هي هذه، وكاين الباب زياده على الفتحه اللي الفوق، ما كيكونش الكوروندير لان هاد الفتحات كلهم وحده فوق وحده، ما كاينش وحده مقابله مع وحده، هذا هو اللي كيمنع وجود التيار ديال الهواء، يعني الكوروندير ما كيكونش، ما يضرك لا راسك لا والو. وهي كيف سبق لي قلت دابا راني وسطها، ما كاين لا برد لا والو، كتكون بارده في الحال سخون وسخونه في الحال بارد. لطيفه خالص من اصول سوسيه من تارودانت، ولكن دوزت ايام عمري كلها في جديده وفي النواحي، دونك تقريبا اكثر من 40 عام. هذا لوجيت ولا مأوى السياحي قراوي اللي سميناه جنان الطازوطه. علاش سميناه جنان الطازوطه؟ لان نهار شرينا هذه الارض وفيها هذه الطازوطه هذه عجبتنا، لقيناها زعما ما كانوش مهلين فيها هما في الاول، ولكن حنا فكرنا وقررنا ان ندير نرجعوها واحد المقر باش يجيو يزوروه الناس ويعرفوا ويتعرفوا على هذه المعلمه التاريخيه اللي كاينه في دكانا وما كايناش في شي منطقه اخرى. دونك كما قلت لكم سميناها جنان باش ان شاء الله، لان النهار الاول لقينا فيها غير الحجر، بغينا نرجعوها فيها الحياه، بغينا نديروا فيها الشجر الاغراس الورود الاعشاب الطبيه باش تحس بواحد الانتعاش في هذه المنطقه ملي كتجي لها. شفتك هو عاده اللي كان في طازوطه ما كيكونش هذا البغلي ولا المرطوب، كتكون الحجر. ملي قلنا غادي نستغلوها كما كنقولوا كقاعه اللي نستقبلوا فيها الناس. كما كتعرفوا هي طازوطه راه كي الداخل كي برا عباره عن حجر وحجره فوق حجره، وكتكون واحد الخاويه بيناتهم. حنا هنا لداخل فكرنا باش نسدو هذوك التقاقب، وباش يولي الانسان ملي يجلس فيها يجلس مرتاح، ما يجلسش هو خايف تخرج ليه شي حشره من وراه ولا شي حاجه، لان بنادم وهي نورمالمون راه نهار تبنات راه ما كتدخل لها حتى شي حشره. صح صح صح. النهار كيبنيوها زمان هادشي كانوا كيلوحوا فيها واحد الحنش وكيشوفوا واش غادي يخرج ولا ما غاديش يخرج. كينوضوا كيجيبوا اللي كيساليو نهار كيكملوا كيجيب واحد الحنش وكيديروا في الطازوطه كيسدوا عليه وتيخليه مده من 3 ايام ولا على حسب 40 اللي بغاو تيخليه بالسدود. من بعد كيحلوا الا لقاوه باقي راه داكشي راه ناجح، اذا حيت من دخل غادي يقدر يخرج، يقول ما غيدخل الساعه لا حنش اخر لا طوبه ولا اي حاجه راه ولا اي حاجه ما غتدخل حتى حاجه. اذا هنا كيقولوا راه نجح، الا دخلوا ولقاوه ما كاينش اذا خاصهم هنا تيقول بان عليهم غلط تقني، خاصهم ضروري يقلبوا على منين خرج. هنا تيبداو ثاني من جديد، ماشي غادي يريبوا هنا تيبداو بالطريقه ديالهم تيقلبوا من هنا تيبقاو يدخلوا شي حاجه وهذا تيبقاو يلقاو هذيك لافايه. غير حنا باش نحيدوا داك الوسواس داك الهاجس ان راه غتكون شي حشره، فكرنا مع ولاد البلاد لان الناس ديال البلاد هما اللي جاوا رموها ورممناها بالبياضه والجير وسدينا التقاقب. شهد هذا اللقاء مجموعه من الانشطه، فيها قراءات شعريه، فيها تحليلات، فيها معزوفات وغناء، غيوان، عيطه، مارسيل خليفه الى اخره. وكان من بين ضيوف هذا اللقاء ايضا السيد القاسمي الطويل الحسين، هذا شريف من الشرفه ديال القواسم اللي كيمارس هوايه الصيد بالطير الحر او الصقر، فحتى هو اعطى نبذه على هذا الطير والتربيه ديالو والاكل ديالو كيفاش كيشد الطارده الى اخره. يعني واحد اليوم كان حافل بالنشاط الرائع، النشاط الفكري والثقافي والبدني لانه كان تنقل. وكان من بين المواد الجميله والرائقه ايضا الصحن او الطعيمه اللي دارت لنا السيده لطيفه، طعيمه رائعه بلديه ايضا بالقمح، كسكسو ديال القمح والخضار الطازجه لان عندها هي الخضار نتما. وكنا احنا كلنا في ضيافة السيدين أحمد مبروك وعز الدين خريبش، وما كيبقى لي إلا نشكر هذه المجموعة كلها
واحد واحد، وهما بزاف ما نقدرش نذكرهم كلهم، من بينهم الأستاذ حنون الباحث الرائع في المجال ديال الثقافة الشعبية والتراث البلدي، ومنهم بالخصوص السيد نور الدين عبد الله دجاري، هذا هو اللي عرفني بهذه المجموعة، هو اللي استدعاني وحضرت معاه من هذا النشاط، ولزاد فتح الشهية ديالي باش نحضر الأنشطة أخرى ونشارك فيها بكل ما أملك من إمكانيات متواضعة وفرجة ممتعة.